النادي الأهلي بعدما فاز في آخر مبارياته على قطر بثلاث أهداف مقابل هدف، والنادي العربي الذي لم يخسر في آخر مبارتين مباراة الفريقين في الدور الأول وفاز فيها النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين، كان سجل النجم التونسي سليتي اللي بيغيب عن مباراة النهاردة وهو يعتبر هداف فريق نادي الأهلي برصيد 8 أهداف، بينما النادي العربي يلعب بعمر السومة والمساكني ورافينيا. المركز الأخير 8 نقاط، معيزر قبل الأخير 11 نقطة، لكن السد في الصدارة ثم الغرافة ثم الريان ثم الوكرة ثم صافرة حكم اللقاء محمد الشمري تعلن بداية السيطرة والاستحواذ، ثم الباص الأمامي اللعب على المساحة الحلوة الجميلة. يا ولد لعيب، شوف الانطلاقة، اوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، فرصة ضاعت. لا في حاجة اسمها لا يجب أن تضيع. نعم ضاعت الفرصة الأخيرة بعد كرة عرضية روعة الحقيقة اتعملت من عمر سيكو، ولكن جاسم الشرشني والانطلاقة في العمق كانت فرصة كبيرة يا جاسم، كان ممكن الحقيقة الأهلي بيرجعوا بشكل جميل. ادي الباص على طول، فرصة تصويب، فرصة تصويب، يصوب ولكن إلى ضربة ركنية، ولكن إلى ضربة صغير ثم ناشئ تدرج بكل الفرق مع المنتخبات من الناشئين للشباب للأولمبي للكبار وقائد لنادي كبير بحجم العربي، هي مساله كده يعرف انه واثق فيه. يا عيني يا جماله يا جماله، مسكني وجاسم ورافينيا، يا عيني بدا اي والله اي والله اي والله اي والله اي والله، يعد ويمر. يا سلام يا سلام على سرعته لما بيزودها، ورغم انك تحس انه نايم. يا عيني يا عمر يا عيني يا عمر، جات لك يا عمر جات لك يا عمر من جاسم، عرضيه جميله جميله جميله، يقرب النادي العربي والتصويب. الله الله، ومن الكل عمر السومه عملها بالعرض، نحى العكسيه مكمل على طول. يوسف المسكني عايزها ضربه جزاء، عايزها ضربه جزاء يوسف المسكني. في احنا نشوف ماتش احسن من كده من فرق كبيره واللعيبه امكانياتهم كويسه، المانع ادي العاليه فوق. يا ولد يا ولد، اخيرا اخيرا عملوها النمس، النمس التونسي بالنادي الاهلي بدرو ميجيل، التوقيت كان مناسب جدا. حارس المرمى الحقيقه مروان لا هو طلع ولا فضل في مرماه، لا طلع ولا فضل في مرماه، ومش رايح عشان يلمس ده رايح عشان يصد. التكنيك بتاعه كان غريب جدا، البوزيشن بتاعه كان غريب جدا، ولكن المساكني يقابلها حسب الميعاد. ويس جاسم لعيب، يا جاسم لعيب، يا جاسم لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد، برافو 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 برافو. وسيم قداري النادي الاهلي الحقيقه في استثارة بعض، هنا مش باين حاجه الخلفيه دي، مش باين تلامس ولا لا. واحد واحد، وعوده المباراه الى نقطه البدايه. عمر سيكو وضربه جزاء بقرار من الفار. عمر سيكو 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 سيكو، جاسم العيل يتصدى، ولكن المتابعه المتابعه من عمر سيكو، هدف التعادل. ترتد الكرة من حارس المرمى جاسم الهيل، لكن عمر سيكو راح كمل الحقيقة وحطها في المرمى لتصبح النتيجة التعادل 1-1. 10 دقائق على الوقت الأصلي غير الوقت بدل الضايع، لن يقل عن 7 دقائق وقت بدل ضايع، لن يقل عن 7 دقائق وقت بدل ضايع، لن يقل. نشوف، تعود من جديد احمد فتحي، ابو حميد، ابو حميد عايز فاول، يعدي المساكني ويصوب ويصوب، ولكن ولكن الى ضربه المرمى. خساره خساره على المساكن خارج القائم الايمن. بص بص، الزاويه مفتوحه، الزاويه مفتوحه ومحدش ضغط عليه، هو زعلان لاني عارف الاخيره وكانه بيقول للاعبين، ولكن صفرت حكم اللقاء الحكم محمد الشمري. ينهي احداث الشوط الثاني والمباراه والتعادل 1-1. العربي وثمان تعادلات، التعادل الاكثر في البطوله يرفع رصيده للنقطه رقم 23، يبقى في المركز الخامس. اما